مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في موجز أخبار جامعة المنصورة لهذا الأسبوع، وإليكم أبرز العناوين. جامعة المنصورة أفضل جامعة ابتكارية على مستوى إقليم الدلتا في مسابقة موزيك العام 2023 لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة. جامعة المنصورة تحصل على المركز الأول مناصفة مع جامعة القاهرة خلال توزيع جوائز مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة. رئيس جامعة المنصورة يتابع حالة المصابين من وفد الجامعة بحادث سوهاج عقب نقلهم لمستشفى الطوارئ. جامعة المنصورة تستضيف فعاليات المدرسة الصيفية للفيزياء. رئيس جامعة المنصورة يكرم فريق عمل مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لفوز الجامعة بالمركز الأول. مجلس جامعة المنصورة يعقد جلسته رقم 602 برئاسة الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وبحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية. كلية الأداب بجامعة المنصورة تكرم الخريجين من ذوي الهمم تحت عنوان احتفالية يوم التحدي. تجديد اعتماد كلية الطب بجامعة المنصورة للمرة الثالثة على التوالي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لعام 2023. رئيس جامعة المنصورة يتفقد ما تم إنجازه بتطوير وتحديث مصيف العاملين بالجامعة بمدينة قمصة. مشاهدينا، كان هذا موجز أنباء جامعة المنصورة لهذا الأسبوع. كانت معكم هاجر إسماعيل، وإلى لقاء آخر.